قراطه على وليد يعني لازم نحكي شباب. لا 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 مواهب مرحب الف يا فيكم في عالم عجائب جدو يا لا 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 مو كيفك عالم عجائب جدو يا هاي ثلاث وليد بدنا نحكي سلام احنا الاربعه اوكي واحد اثنين ثلاث سلام السلام عليكم كيف حالكم شو اخباركم؟ رجعناكم لعبه جديده تحدي جديد اوكي اليوم تحدينا كثير خرافي انا ووليد وجاد واياد اليوم يا جماعه تحدينا اليوم عندنا فريقين نعم فريق انا وجاد وفريق انا واياد وليد واياد ايش فكره التحدي؟ زمان انا وليد سوينا تحدي انه خلال دقيقتين لازم نلبس اكبر عدد من الملابس تمام؟ خلال دقيقتين نعم تحدينا اليوم قريب منه بس ايش الفكره؟ لانه انا وليد راح نلبس جاد واياد يعني راح البس جاد ملابس هذول اللي قدامي ووليد حيلبس اياد نفس الاشي خلال دقيقتين نعم واللي بيلبس عدد اكبر من القطع قطع الملابس راح يكون هو الفايز وراح يتعاقب اياد نفوز عنديش اتعاقب ايوه بدنا نتعاقب بالضبط فلذلك خلينا نبدا التحدي يلا 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 يا جماعة هنبدأ التحدي هلا يلا خلال دقيقتين لازم نلبسهم أكثر عدد من الملابس جاهز يا جاد؟ سريع سريع بسرعة بسرعة يلا واحد اثنين ثلاث يلا روح امسك 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 يلا يلا البس 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 صعب صعب يلا 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 مش يلبس أكيد أكيد صعب صعب يلا 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 طير ازاك طير ازاك يلا بسرعة 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 يلا 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 طير ازاك يلا 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 بسرعة 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 كمل بسرعة وين هم شور يلا 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 بسرعة بسرعة ثلاث سرعة يلا أربعة
وها كلها سبعة. لا 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 يلا هاي ثمانية مستعد خلاص تسعة يلا تسعة تعال عشرة يلا عشرة يلا 11 11 يلا دوركم طيب عصومي وجاد جابوا 11 قطعة هلا دورنا انا وياد هي واحد اثنين ثلاث يلا أربعة أربعة شو هذي خمسة شو ستة سبعة سبعة خمسة ثمانية تسعة يلا عشرة يلا يلا احداش بس احداش لا 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 لسه 12 جد؟ اه نعاقب جاد وعصومي بانهم يطلعوا على محل الكريب اللي جنب البيت ويروحوا يجيبوا لنا كريب انا واياد على عصابة ونقعدونا مرتاحين ومبسوطين وهم يطلعوا يجيبوا لنا كريب ماشي ايش ماشي نعم وهلا طبعا راح ياخذوا الكاميرا ويروحوا ويجيبوا لنا كريب يلا يلا روحوا طيب يا جماعه انا وجاد وهلا راح نروح وين؟ على محل الكريب عشان نجيب الكريب الي ولوليد ولجاد واياد او لاياد إلو لوريد وجاد وإياد فيلا خليكم معنا طيب يا جماعة هاي البيت عنا وهي محل كريب هناك صار هاي سيارة وليد وهاي سيارة وليد هلا راح نروح نجيب الكريب يلا هاي وصلنا محل الكريب جاد يا جاد نجيب اثنين اثنين ريحته حلوة صح هي ريحته شوك هاي الشوكولاتة هون يلا تعال ها ليه شوي ايش بدك؟ يبقى أكثر واحد دافع كل واحد أصحابه وين الكريبات؟ هاي هوم بدك كريب؟ اي بدك فواكه؟ لا شو؟ يا بده مع فواكه مع فواكه يا بده انت شو بدك؟ خلينا نجيب كل مع فواكه بدنا نجيب واحد عادي لا انا بدي هاي؟ يلا اوكي طيب يا جماعه جبنا الكريب ها هو وجد هاي ميك شيك طبعا ميك شيك خفيف له لجاد مش ما بصير ما نروح ما نجيب شيء لنا فلذلك جبنا كريب وملكيك هلا راح نفوت عليهم على وليد واياد ونفاجئهم بالكريب يلا افتح الباب يا روش يلا وين وليد؟ وينهم؟ يلا تعال جد تعال مفاجأة مفاجأة كريب خفيف خفيف يلا يلا وين اياد؟ هيا جوا نادي يلا امشي يلا يلا تعال نادي يا اياد وينك؟
جبنا لك كريب اياد. يلا بسرعه هاي روح خلص هاي روح عليك. لا 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 يلا بسرعه 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 يلا تعال تعال ايش اياد يلا يا ابن ابنك كيف عليك عندنا بالايباد. طيب يا جماعه وبهيك بنكون وصلنا لنهايه الحلقه وان شاء الله تكون عجبتكم ولا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد على قناه عصام وليد. عصام وليد ومع السلامه. انا وجاي عصام وليد. لا عصام وليد يلا ونشوفكم في حلقات ثانيه ومع السلامه.